الشغلة ذي اكتسبتها من الوالد. من كنت في ثاني ابتدائي كنت ألازمة بالمحل إلى أن وردت أشتغل من عنده إن شاء الله، والأمور طيبة، ونتمنى من الجميع إنهم يحذون حذونه في هالشغلة المباركة. في ثاني ابتدائي يعني 8 سنوات تقريبا العمر، 8 سنوات كنت أتعلم بالمدرسة، عرفت، والأهل مو مقصرين معاي، وعرفت أهمية المدرسة وأهمية العمل، فجمعت بين الأهميتين وصلنا إلى ما وصلنا إليه إن شاء الله. المسابيح عبارة عن أحجار مختلفة الأنواع، وأحياناً تصنع من مواد صناعية بلاستيكية، فالشباب لهم مذاقات معينة وكبار السن لهم مذاقات معينة، فإحنا نجيب جميع أنواع المذاقات حتى للنساء أيضاً. فمن الخامات المستخدمة اللي هي الكوك، هذا الكوك، وفي عندك الكهرمان، وفي عندك البلاستيك، وفي عندك البكلايت، وأنواع كثيرة لا حصر لها. تعليم الحرفة هذه بدأ ذاتياً من نفس الشخص، يعني يقولون شهوة القلب عانية هي اللي بتعينا على إنه يوصل إلى ما وصلنا له. لكن أنا أطمنكم إن المهنة سهلة جداً جداً جداً، وبإمكان أي واحد يبي يتعلم يوقف يم هالدكان أو هالدكان أو هالدكان وياخذ منه شوي وياخذ من هذا شوي. وسمعت بأن فيه يعني في قلعة الحرفيين في معهد للتعليم، تعليم الحرف بصفة عامة. طبعا الأحساء ما شاء الله تبارك الله بالذات وجميع مناطق المملكة، لكن أنا بحكم خبرتي بالأحساء هنا إنهم أهل حرف الصغير والكبير انحسرت عن الحرف اليدوية، لكن الآن أنا أشوف المستقبل زاهر في الحرف اليدوية، ومنها إن شاء الله ننطلق إلى المصانع الكبيرة بإذن الله. يبتدي العدد من 33 إلى 39 إلى 51 إلى 99 إلى 500 إلى 1000، هذا 1000 يسمونها الألفية. طبعا غالبا الناس تستخدم 99 بعدد الأسماء الحسنى. في مسابيح نسميها احنا اهل المحلات ساق الجمل او عظمة الجمل. ساق الجمل هذا الجمل الهيكل العظمي ماله كله مفيد، لكن ساق الجمل هذا يعتبر مثل بلط الحديد، سبحان الله، اقوى ما في الجمل هو الساق. فالساق هذا يؤخذ ويطلع الى المخارط، وبطريقتهم الخاصة يطلعون الجماليات ماله من السبح، من مقابض الخناجر، مقابض السيوف. فالخامة ذي ولله الحمد الجمل صديق البيئة في السعودية، وإحنا نفتخر به يعني ونطلع من الشيء الكثير. استخدامات المسابيح تستخدم قلنا من بداية الزمن في التسبيح والتقديس، ثم انتقلت إلى المناسبات، مثلا الأعراس. المعرس ما يصير يعرس هالزمن هذا إلا بسبحة بيده، مو معقولة ما عنده سبحة. بعدين عندك بالأعياد ما شاء الله تبارك الله أطفالنا شحلاتهم إذا مشوا بهالعقال وبهالزي الرسمي وبيده المسباح اللي شحلاته، وكذلك بالنسبة للرجال وبالنسبة عاد للهواء اللي هو اللي يحبون الروليكس ويحبون الكهرمان، ما شاء الله يطلع منظرهم أجمل من الجميل. هذا مسباح كبير، تستغرب إنه كبير. بعض الناس يسأل يقول مين اللي يشيل هالمسباح هذا؟ لا، في ناس ما شاء الله تبارك الله من تقدير للسبحة والمسباح يشيله معاه، يشيله معاه في وقت السهرات، في وقت المناسبات،
وقت لقاءاته مع أصحابه وزملائه المختصين في السبح. هذا نوع يسمى عود الصليب، شجرة طبيعية. وعود الصليب معروف عند العطارين، عود الصليب يعتبر نوع من أنواع الطب العربي، الأعشاب العربية. في عندك هذه يسمونها سندلس، أحجام كبيرة. هل تشال؟ نعم، هذه سبحة زبون تسمى اليسر أو المرجان، عرفت شلون؟ هذه لو زفرت عليها شوي، عرفت شلون؟ تحصل فيها رائحة زفر البحر،